ايه؟ في ايه؟ كرامة؟ مالها كرامة؟ ايه ده؟ ايه اللي عمل فيها كده؟ Mr. Worldwide T-Pain El que no oye consejo no llega viejo So listen up مش انت قلتي حبايا كتير؟ مش انت اللي قلتي نص ما بيعملش حاجة وانا عايزة اوزنلك المسائل وظبطلك الدماغ؟ ايوه ما بقاش بيعمل معايا اي حاجة. اهو ده بقى اللي اسمه غش وقلة خبرة. الجرعة لازم كل فترة تزيد عشان العين تفنجل والدماغ تتوزن. مش قادرة اصدقني وصلت لكده. يا بنتي هبلة بقى ما تفكك من حوار افندينا ده وعيشي حياتك. بتفكريني ليه بس؟ انا لما صدقت اتلهيت. والنبي تليها على خيبتك. يا بنتي هو في حد النهارده بيعيش ولا بيحب ولا الكلام ده؟ كله ملهي في نفسه. بس خميس حاجة تانية خالص. اهو باعك وراح اتجوز، وانا قلت لك اصلا ان انت من الاساس مش في دماغه. ايوه بس كان بيعمل معايا كل ده ليه؟ صعبان عليه، بنت جدعانة بيكفر بيها عن سيئاته وبيكسب بيه ثواب. وبعدين سامعة المزيكا بقى تنسي الواحد اسمه. بحبه قوي يا منى. حاسة قلبي مكسور ومش طايقة روحي. أنا جيت أسهر معاكي النهاردة عشان أنساه. نسيت نفسي. ما تقفوريش بقى، دلوقتي الحباية تشتغل وتطيري ولا مليون زي أفندينا يطلوكي. وبعدين يا بت إيه ده؟ ده أنت طلعتي صاروخ في الفستان. ده عليا مش حلو كده. أيوه بس عريانة أنا مكسوفة قوي. عندك حاجة وحشة تداريها؟ طب يلا يلا بينا. يلا. Hey, baby girl, what you doing tonight? I wanna see what you got in store. Hey, baby, giving it your all when you're dancing on me. I wanna see if you can give me some more. Hey, baby, you can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey, baby, pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. لا شكر على واجب يا فندينا، وزي ما بيقولوا اديني بقدم عربون المحبة وطلعت قد كلمتي. أنا الصراحة لما كلمتيني بعد مكالمة رمان الأولانية أنا اتخضيت وقلت الليلة دي شكلها فيها عوأ وقلت روحي بلاش تروح. وإيه اللي خلاك تروح؟ مكالمة رمان التانية. مش فاهم. أصل أنت لما كلمتيني وتاخد بالك في كمين منصوب لك من براءة ورمانة. دورتها في دماغي كده قلت لا لو في كمين يبقى منصوب منك انت وبراءة. قد كده بتثق في رمانة؟ والله الايام دي الواحد ما ثقش في النفس اللي طالع منه. ماشي يا فندينا اديني قدمت السبت، وريني انت بقى الحد بتاعك عشان ارتاح. خدي بالك انا خرجت براءة من الحكاية دي عشان عارف انه مش هو المطلوب. عارف وقريب قوي هيوصلك مني رد ورد على عربونك. ماشي وانا خدت براءة على حجري زي ما اتفقنا ومستنيه بقيه الكلام. حلو استمري بقى في السكه دي وانا هقول لك بعدين تعملي ايه. ماشي يا فندينا. ولع يالا. وانا مستنياك. ماشي مع السلامه. لسه برضه عنده ومش عايزه تيجي معايا؟ مش رايحه يا ابو سنه. انا مش فاهم بس انت قلبه ليه على الجوازه دي؟ دي مش جوازه يا اخويا، دي اسمها جنازه. الله في ايه يا شو؟ في ان خميس بالجوازه دي ركب ودلدل رجليه على الكل، واول واحد هياخد كتف هو حضرتك، وانت فرحان لي وبتتقنتك وعايز تروح تزفه؟ انت باين عليك سكيرتي. ماشي خليك انت في النكد اللي انت فيه ده. هخليني يا اخويا. هو انا حاجه اعز من اللي مرميه جنبي دي ومحدش عبرها بكلمه؟ كرامه هو في غيرها؟
دي البت قلبها مكسور، دمها سال، هانت عليها روحها، وابن اختك ولا هو هنا عايش لي الدور وفرحان لي وعامل لي فيها عريس، تقولش كلبة وترمت. خلاص خلاص يا شوق، ما عادش يجي منه. على رأيك، ولا هي أول اللي ترموا ولا آخر اللي حيترموا. خليك أنت بس في اللي أنت فيه، ظبطي دماغك. أنا أروح الفرح أعمل دماغ عالية أوي وحجيلك. ها؟ هاتها جمال يا رب. كده يا بنتي كنت هتروحي فطيس، مش حرام عليكي روحك؟ وايه الفرق بين الموت والخرس؟ ما الاتنين سكوت وجع مداري محدش حس ولا ينفع تشتكي منه،
ربنا خلق للبني آدم صوت مش علشان يتكلم بيه مع الناس، ربنا خلق الصوت عشان نصرخ بيه لما نتوجع من الناس. ست كرامة، ايه شربية؟ عاملة ايه دلوقت؟ الحمد لله زي ما انت شايفة. طب اطلعي انت، انا هقعد معاها. ماشي. هنت عليكي روحك يا هبلة، بدل ما تضيعي نفسك فكري ازاي ترفعي راسك تاني، تقفي قصاد اي حد بيحاول يحرمك حقك في الدنيا. انا هساعدك بس انتي لازم تقفي من تاني، لازم تبقي ورايا، وانا وحياد ده ولا يبقى على ذكر لا هجيب لك حقك منه تالت ومتلت. I'm not loving you way I wanted to. What I had to do, I had to run from you. I'm in love with you. ربنا يتمم بخير. هيتمم ان شاء الله. اشتهلنا افندينا براء. مبروك يا عروسه. ميرسي. قال لك افندينا. ايه؟ السمع بعافية ولا ايه؟ عن اذنك افندينا. عادي. مبروك يا باشا. ما يفوتكش واجب يا معلم. معقول؟ ده فرح زينة البنات وسيد الرجالة. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك يا براءه. ذوقك حلو يا معلم. انا كده هغير رأيي فيك. اتفضل اتفضل. شكرا. نوح مش ناوي يجيبها لبره يا حاجه. اطمن يا ابو سنه، اعلى ما في خيله يركبه. خميس خلاص ركب الكل ودلد رجليه. معاك حق. هات يا جمال يا رب. يا حياتي.
أهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنواصل مناقشة قضيتنا المهمة جدا الترامادول في مصر. آباء وأمهات وشباب وناس جربوا وناس أقلعوا عن الترامادول، وناس لسه عايزين يقلعوا نفسهم يتخلصوا من هذه المصيبة. هي ابتلاء كبير أو كارثة كبيرة. أعرف إزاي إن ابني أو بنتي أو فرد في الأسرة وقع فريسة لإدمان الترامادول؟ السادة المسؤولون، نظراً لما يتعرض له الشارع من غزو عاصف لأنواع مخدرات متعددة ومتنوعة تستهدف كل فئات الشعب وتعمل على تغييبه وحبسه في دائرة تيه مغلقة، فقد قررنا نحن فريق العمل بمكافحة المخدرات النزول إلى الشارع في حملات موسعة ومتوالية لضبط الأوكار والتجار والموزعين في كل شق في البلد، أملاً في تكوين حائط صد يعوق خطة انتشار تلك الأوبئة في الشارع واحتوائه والعمل على الوقاية منه، خاصة أنه لم يعد يصيب الشباب فقط، إنما توسعت أنشطته وأصبح يصيب كل الأعمار من كل الفئات، ليقتلع جذور الثبات ويلقي بنا في بئر الغياب. الخطر لم يعد مجرد مخدر يصيب الوعي، إنما تجاوز تلك الحدود الضيقة إلى آفاق أوسع، وأصبح الخطر في كل بيت لاكتسابه شرعية الدواء ولصعوبة كشفه. إنه الترامادول، وباء العصر. ولأن الخطر لم يعد قاصراً على البيع والتعاطي، فإني ألتمس من سيادتكم الإذن بالحصول على الموافقات القانونية اللازمة لتفتيش ومراقبة مجموعة من المشتبه فيهم لما يمثلونه من خطر على استقرار وأمن المواطنين، وباعتبارهم منبع السوق، وهم الآتي أسماءهم: خميس عنتر أبو سنة، ضويا أبو سنة، وشقيقها أبو سنة، والنوح السكرتي. براء النوح السكرتي، مقدمه لسيادتكم مقدم آسر منصور، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. الحكومة يا معلم. اقعد يا شلوفة. يا معلم بقول لك الحكومة. كمل لعبة يا شلوفة. الله فيك. يا معلم ابو شنك، الحكومة كبست على بيتكم. هنكمل الدور ونشوف في ايه. اخفى. حاضر يا معلم. خشب يا معلم، ما تزود النار يا ده كارع. هات يا جمال يا رب. هيا يا هيا هيا بتعمل ايه؟ البيوت لها حرمه يا حضره الضابط. انا معايا امر بالتفتيش يا معلمه. وماله؟ بس بالاصول، مش تخشوا هجم كده على الحريم وهي بتفك عن نفسها؟ ثم ان راجل البيت مش موجود من اصله. ربنا يرجعه بالسلامه. انا هبعت له رساله ابارك له على شهر العسل اللي بيقضيه ده. ولما انت عارف يا حضره الضابط ان صاحب البيت بيقضي شهر العسل، يصح برضه تهجم على بيته بنصاص الليالي وهو مش موجود، وتسيب رجالتك يدهوسوا في وسط حريمه ويكشفوا سترهم؟ دي اصول برضه. مفيش حاجه يا فندم. مفيش اي حاجه يا فندم. المره دي فلتته من ايدي برضه يا ابو سنه. عقبال المره الجايه يا باشا. في حياتك. انست وشرفت. ابقى تعالى زورنا. يا باشا على فين؟ الله الله، مش استنى اما تاخد واجبك؟
ده انا حتى دبحين النهارده. اصلي يا ابو سنه تلميذك يا معلمه. ما تدق يا وليه انت وهي. البيت ده لكون قتله يا حاج. بطل بقى غاغه فرغه. ما انت السبب في كل البلاوي اللي احنا فيها دي. انت اللي خليتنا تقاطي واتلجم ولساني يتكتب في حلقي قدام الخلق. وكل ده من ايه؟ من تحت راس عمايلك السودا. وانت يعني كنت عملت ايه يا حاج؟ ما انت سايبه مبرطع في الدنيا من ساعه ما خرج من السجن ومتريه وعامل مش شايفه وبتدور على سكك عشان تتصالح معاه ونسيت ابنك وطار ابنك. انا يا اجمل روحت شميت نفسي تحت رجلين بنت لعبت بيا الكوره وسلمتني ليه يا ابو العريف. هقتلها يا حاج، هقتلها وهقتله تاني يا براء. تاني تاني وتالت ومليون يا حاج. انا مش عايش في الدنيا دي غير عشان هو يموت. وفروا صوتكم العالي ده الخميس اللي خد منكم كل حاجه ولسه كمان جاي ياخد البيت. ايه ده؟ من امتى يا مطره بتتجسسي عليا انا وابني؟ من ساعة ما عصبكوا باظت يا معلم وصوتكوا عالي قوي والدنيا كلها سمعت ومش انا بس. قوليله قوليله يا مطره، قوليله فوقيه خليه يفتكر اللي نسيه. محدش نسي يا براء عشان يفتكر، خصوصا المعلم. يمكن الدنيا تكون لهيته شويه بس انا متاكده انه منسيش. انا مش فاهم انتوا واقفين تحاسبوني كده ليه؟ انا اللي سلمتك للحكومه عشان خميس يخرجك ويعلم عليك ويخليك محبوس في البيت عينك مكسوره مش قادر تشوف حد. انت اللي سلمت البيت يا براء زي البيت رمانه ما سلمتك الخميس. وحياه امها لكون مقطع من جسمها حته تقول من كلاب السجن. ما تسيبش راس القفا او تقفش في ديلها كده كده انت ميت ميت. قرضك ايه يا مطر؟ كسرتنا واحنا ماشيين من بيتنا مش هينا يا معلم. وحياتك عندي يا غاليه لو ده حصل لكون معلقه من رجليه على باب البيت ده بره. أنا مش خارج من البيت ده غير على انت بتعمل ايه يا خميس؟ الله، مش انا اللي منقيها؟ يبقى لازم اهتم بيها. اوعي تضيعيها، اوعي تضيعيها.
ده انا منقيها من وسط 1000 جوز. انا اول ما شفت الجزمه دي قدامي شفتك فيها. نعم. اقصد يعني لايقه على رجليكي. والله يا خميس انت ساعات بيبقى عليك حاجات صعبه تتفهم. بقول لك ايه بقى، احنا هنضيع اول ليله في شهر العسل في سين وجيم، ده حتى يبقى فال وحش ولا ايه؟ انت عارف يا خميس انا عايزه الف البلد دي حته حته بس من بدري. ما احنا هنلف هنلف، انما الليله دي في كلام تاني. ايوه صح، انت عارف يا خميس قصدي هو انت اخترت البلد دي ليه يا خميس؟ قضيها بقى راغي، ارغي في المرغي واحكي في المحكي واسحبي من رصيدك. الله، طب هو انت عايز ايه يعني؟ سلامتك يعني. الله يسلمك. احنا هنستهبل يا بنت كده، هنخش في وقت الذروه والزحمه، والزحمه هتبقى شديده قوي والشمس هتقور نفوخنا. خلاص خليك في حالك وبعيد عن الزحمه. طب ما ناخد جنب انا وانتي ونقضيها ونقول بسم الله. ليه بقى يا خميس؟ هو انت هتاكلني؟ اكلك ده ايه؟ انا هحلي. اجيب لكم منين؟ اجيب لكم منين؟ ايه؟ بتاكلوا في قتة محلولة وما انتوش دارين؟ انت ايه؟ هتتبطل على نعمة ربنا يا مغاوري؟ كل يوم هات هات هات، انا عايزك على بنك. هات ايه؟ كل ده عشان بقول لك عايزين كيلو فاكهة للعيال النهاردة؟ النهاردة كيلو فاكهة، وامبارح كيلو بسبوسة، ايه؟ ما اللي جاي على قد اللي رايح. رايح على الهباب اللي انت بتبلبعه، على كل شوية برشمش أشكال وأنواع لما خلاص لحد دماغك. يا نهارك أسود، انت هتتدخلي كمان في مزاجي؟ ما انا ببلبع البرشام عشان ما اشوفش خلقتك، اوعى. يا مغاوري حرام عليك يا اخويا، انا عايزاك تفوق، حرام عليك يا مغاوري. حرمه عليك عشتك. بقول لك ايه، تدفعي تاخدي عيالك وتغوري في 60 داهيه عشان انا لا طايقك ولا طايق عيالك. شاير كل يوم على الحال ده ولا ايه؟ اضطر نكد بقى. بعدين يعني انا ما ضربتكيش بالنار عشان تقعدي تقوي كل الليله كده. عندك شو دعوه بيه؟ اصلا طايقه انا حر. حياك الله يا شاير، ما تزعلش مني. يسلم، تشد شعري وتمد ايدك عليا وتقول لي حقك عليا. بصراحه يا بشاير، انا اول ما شفت الشريط برج من نافوخي طار واتجننت. انت يا بشاير، انت وانا كانش عرفني انه بيه. انا قلت لك اني باخده عشان السنين دي في الوقفه في المطبخ والجري ورا العيال وامك. وهم، والله العظيم وهم يا بشاير، وفي الآخر مفيش أي حاجة، كيمياء كيمياء. وعارفة بيأثر على إيه؟ بيدمر المخ وبيفرتك الجهاز العصبي يا بشاير. إيه؟ راحت فين دماغك يا بشاير؟ طب ما أنت أخدته قبلي في اليوم اللي كنت فيه تمام، ولا أنت فاكرني مش عارفة؟ بشاير أقول لك بقى، بلاش نفتح، خلينا ندخل نتعزل. بشاير بشاير، هتقومي نقعد مع بعض شوية، نرغي شوية. هي طالبة معايا رغي دلوقتي. طب بقول لك ايه؟ طب ما تاخد ربع كده عشان القعده تحلى وبقى وتطيرني. ربع ربع. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. لا لا، ده احنا اتحسننا كتير قوي. الحمد لله، شكرا على الورد. عجبك؟ ده عباد الشمس اللي بحبه. احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يصحى من النوم كده على الصبح يلاقي الورد اللي بيحبه. بس حضرتك عرفت منين ان انا بحب عباد الشمس؟ بصراحه انا ما عرفتش. مش فاهم. انا اتغششت. مين؟ غمض عينيك وهتعرف حالا. ادخل، فتح عينيك مريم.
ازيك يا شاد؟ ازيك يا مريم؟ صحيك يا شوق؟ مش جاي لي نوم. ايه اللي شاغل بالك؟ انت. انا؟ طب والله عيال بشرة خير. صعبان عليا. مستخسرك في اللي انت فيه. عايز تقول ايه يا شوق؟ بصراحة كده ما بقتش طايقة البيت ده ولا أي حد فيه. طب يا حبيبتي ما احنا كده كده هنسيب البيت ده ونروح بيتنا. بيتنا؟ شلها يا بيتنا. قول بيت خميس، بيت الغندوره الجديده، واحنا خدامين المعلم. يا شو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ولا حاجه، كمل نومك. استني هنا كمل نومي ده ايه؟ يعني انت تحذفي الطوبه وتقولي كمل نومك في ايه؟ والنبي يا ابو سنه تسيبني في اللي انا فيه. ايه يا حبيبتي ده الموضوع بقى عليه كبير بقى. مالك في ايه؟ الله لا يسيئك تبعد عني. ما انا لازم افهم. في حاجات ساعات الواحد لازم يسكت عنها، اسلم للكل. يا شو ما تتكلمي في ايه؟ يعني لو اتكلمت هتصدقني؟ حبيبتي وانا من امتى بكذبك؟ انت بتلف وتدوري حوالين ايه؟ ما تقولي. اتفضل. ايه ده؟ عربون محبة من ابن اختك لاجل ما يوصل الود بينا ويدوس على شرفك بالجزمة. خميس؟ فاكر لما دخلت علينا وهو اتربك وقعد يهفلط بكلام مش مفهوم؟ كان جايب لي العقد ده وعايز يلف حوالين رقبتي. وسكتي ليه يا شوق؟ ما قلتش ليه الكلام ده في ساعتها؟ ما رضيتش اولع في البيت حريقة. قلت يا بنت اسكتي، اكيد الموضوع هيعدي. لكن هو ما بيبطلش، كل ساعه بيحاول، كل الليله بيرمي بياضه، ولما زودها ما بقتش قادره خلاص استحمل. زودها يعني ايه؟ قرب منك؟ اخس عليك يا ابو سنه، ده انا شوق. خميس